المتاحف الشخصية واجهات تراثية يقوم عليها مواطنون يرون أن الحفاظ على التراث مسؤولية مشتركة، سعيا منهم إلى توثيق التراث المحلي وصونه للأجيال القادمة. وهنا دشن محمد راشد الطمحي الحبسي قرية تراثية ومتحفا في منطقة الاقصيدات برأس الخيمة تمثل صورة مبسطة عن نظم البناء التقليدية في البيئات المحلية المختلفة وحياة الناس فيها. افتتحنا هذا المتحف في 2020 في أيام العيد الوطني، وطبعا أنشأنا هذا المتحف اللي يضم الميلس والمطبخ وغرفة النوم والقهوة الشعبية والدكان، والدكان طبعا يضم أشياء قديمة من المواد الغذائية. ونحن اليوم نحافظ على هالتراث ونتمنى من الجميع الزيارات. أما المتحف وبما يضمه من مقتنيات متعددة شغلت معظم أرجائه، فيمثل أيقونة تراثية تروي بساطة الحياة القديمة وتطور وسائل العيش المختلفة والأدوات التي استخدمها الآباء والأجداد في حياتهم اليومية، وسجلوا فيها واقعهم الاجتماعية والاقتصادية والظروف المعيشية التي عاشوها. الله يرحم أبونا الشيخ زايد، أوصى بالمحافظة على التراث، والجميع الحمد لله متعاونين أصحاب المتاحف، أي واحد عنده قطعة يعرضها حق الثاني. مقتنيات ألم الطمحي بمعلومات وافية عنها، ويثري بها قريته يوما بعد آخر بقطع أثرية جديدة، حبا للتراث وإدراكا لقيمته، والتي تعد كل قطعة فيها كنزا تمثل جزءا مهما من تاريخ المنطقة وأهلها. متاحف شخصية تسخر بمقتنيات من التراث العريق، توثق بين أروقتها رحلة الإنسان بين المكان والزمان، لتروي للزائر جانبا من تفاصيل الماضي وحياة الأولين. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، رأس الخيمة.